السلام عليكم، تحية الإخوان السائقين من سائقة حكيمة من تمارا. إخوان، واحد النصيحة، الله يرحم الوالدين، تراقبوا السكري والضغط ديالكم، ضروري تكون عندكم سائقين أبارايات راهم رخاصين ما غانيش بزاف، يكونوا عندكم في الشاحنات ديالكم. مرة نراقبوا الضغط ديالنا اللي هو الطونسيو ديالنا طالع هابط كي داير مقعد، وديما تكون عندنا الحلاوة تمار كدا في الكاميو ديالنا، ونراقبوا السكر ديالنا، السكر مرة كيتراقب، ومرة نراقبوا الخزان وكنطلبوا السلامة، وخصوصا ان رمضان قريبا على الابواب كيف كنقولوا، اللي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وعليكم كاملين جميعا يا ربي. داكشي علاش كنوصيكم الوصية، ما تحي ما تقتل كيف كيقولوا، نراقبوا السكر ديالنا ونراقبوا الطونسيو ديالنا، وكنطلبوا السلامة للجميع، والله يوصلكم كاملين على خير ويوصلنا كاملين على خير. حتى الانسان كيكون غادي حتى كيغمى عليه، الله يستر يكون فوق الفولون ولا شي حاجه وتوقع شي كارثه، اللهم نحدوا الباس قبل ما توقع الكارثه. وقع كنمشيو على مكاتب الله، ولكن حتى ربي عطانا القدره باننا نتفاداو شحال من حاجه، والله يسهل على الجميع يا ربي وطريق السلامه للجميع، والله يسر ليكم. وهذا الشيء حتى السائقين ديال الطوموبيلات واي سائقين بجميع الأنواع. عفوا، السلام عليكم.